سلم محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان 151 مشروعا للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شباب كفر جبين، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن برنامج فرصة، مبادرة قرية بلا فقر. أكد المحافظ أن الهدف من البرنامج هو خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير.